السلام عليكم الإخوان والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو آخر محطة وهي بين مدينة بوجلور والداخلة، مسافة تقريبا هي 340 كيلومتر ولا 344 كيلومتر، وهي المسافة اللي يعني اللي فيها واحد يعني خاوية خالية باستثناء بعض القرى ديال الصيادين، زائد بحال هاد الناس هادو اللي هما حارسين على الأمن ديال البلاد. إذا كتمشي تقريبا كل 100 متر ولا كتلقى واحد السكن ديال الحراسة ديال الجنود ديالهم على الطريق. إذا الطريق كما كتلاحظوها طريق يعني هي طريق مستوية وغادي على جنب البحر، يعني طريق شاطئية، وفي نفس الوقت هي الطريق الوطنية رقم واحد. إذا بطبيعة الحال لأن المسافة كبيرة جدا لهذا قد ناخذ غير بعض المقاطع كملخص لهذه الرحلة واللي هي المرحلة الأخيرة مدينة الداخلة. والفيديوهات المقبلة إن شاء الله غادي نعرفكم على هذه المدينة الغالية على المغاربة اللي هي مدينة الداخلة، وغادي نديرو بعض الخرجات بطبيعة الحال. غادي نديرو أكبر خرجة اللي هي فيها 134 كيلومتر على الطريق تقريبا ديال القرقرات لواحد البلاصة سميتها إمليلي. إذا فرجة ممتعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله مع هذه الموسيقى الحسانية ديال هذه المنطقة هذه. إذا مرة أخرى فرجة ممتعة وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله. هذا واحد الشاطئ غير محروس كما تلاحظون، شاطئ كبير جدا ولكن فارغ. هذه واحد باحة الاستراحة
وبقيتنا تقريبا 200 كيلومتر داخل. سميتها البير، سولت على البير، سولتو على البير، قلت له فين كاين البير، قال لك غير السميه وما ماش ما كاين لا بير لا حاجه. هذا هو الرومبوان ديال المدخل الى الداخله، ولا استمرنا الميشن كندوزو على العرقوب وكنمشيو في الاتجاه ديال القرقرات. اذا حنا غادي نشدو اليمين في الاتجاه ديال الداخله، تبقى لنا دابا 40 كيلومتر من المركز ديال الداخله. هادو بحال دي بنجالو خاصين بالناس اللي كيجيو يديرو السيرف، هاد المنطقة معروفة بالرياح ديالها في الخليج ديال الداخلة. عندنا كتلقاو جميع الجنسيات هنايا. هادو فنادق في طور البناء، كما كتلاحظوا وصلنا تقريبا مع المغرب، الأضواء شاعلة في المدينة.
الفيديوهات المقبلة إن شاء الله غادي نعرفكم على هذه المدينة الجميلة. إذن إلى اللقاء.